عندنا 2 بطاطس كبيرة مبشورة، البطاطس هقشرها واغسلها انقعها في مية ساقعة، وبعدين ابشرها واحطها في مية ساقعة برضو، اوكي؟ وبعدين بصلة مفرومة ناعمة وفص ثوم، ممكن تشيلوا الثوم اذا ما بتحبوش، و2 معلقة كبيرة من الدقيق، 2 بيضة، ملح وفلفل اسود، وزيت للقلية، وبنحط البابريكا. البابريكا يعني اختيارية برضو، بتدي لون لطيف. طيب عندنا هنا بقى ايه، المصفى وشاشة كده علشان نصفي ونعصر كويس قوي البطاطس من المية، ده ضروري جدا. لو عايزة تعملي تحطي معاها جزر او كوسة مفيش مشكلة، بس برضو بتعصرين كويس جدا من المية، وبتحطي بيضة واحدة، مش هنحط بيض كتير. لو حطيتي جزر، حطيتي كوسة، تحطي بيضة واحدة لو عايزة تزودي من الخضار. يعني ننزل بقى كده الأول، نعصر بإيدينا، بعدين نحط هنا في الشاش. البطاطس عايزة أقول لكم بعد ما بتتبشر كده وبتتحط في المية بتبقى كأنها مستوية، فبتبقى بصراحة حاجة برضو مغذية للولاد طالما بيحبوها وبيشتروها من بره. نعصر بقى الكلام ده كويس قوي، وننزل كل المية اللي فيه. دي شفتوا فيها المية قد ايه؟ نطمن بس ان هي مفيهاش مية، اهم حاجة. والبصل كمان يبقى معصور من ميته كويس. ناخد طبق تاني نضيف ما فيهوش ميه، شيل البطاطس او يعني ميه البطاطس. بصوا بقى البطاطس، البصل، نعمل كده في البصل برضو، الجزر لو هتحطوا جزر برضو نفس الكلام، يبقى جزر ما فيهوش ميه. ناخد مضرب سلك، نحط الطاسه قرب النار كده، ونيجي بقى هنا نحط ايه، الثوم اختياري، اذا الولاد مش بيحبوا الثوم ما تحطوهوش، بس هو بيدي طعم حلو قوي. ممكن بديله الثوم الباودر والبصل الباودر برضو بيدي طعم. ادي البابريكا والملح، فلفل اسود، البيض، كده 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 كده، دقيق. عملنا العجينة، استنوا بقى نلبس لها الجلوفز عشان نلمها بايدينا، ونحط الطاسة على النار فيها زيت مش غزير خالص، شوية زيت حلوين بس مش زيت غزير. نسيبه على النار يسخن، نعجن العجينة بتاعتنا كده. بصوا ماسكة نفسها ازاي، مش مية عشان كل حاجة اتحطت مظبوط من غير مية كتير. نطمن انه كله تمام. كله دخل، مفيش عجين او دقيق مكلكع كده ولا دقيق مكلكع كده، ونستنى الزيت لحد ما يسخن، نبتدي نشكل وننزل فيه ونسوي. تمام. التشكيل بقى يا اما بايديكوا زي الطعميه، يا اما كده بالمعلقه كده، وتفردي كده وتلمي من الجناب بشكل دايرة، مربعات، أي حاجة، هي في الآخر لذيذة.
وهكذا. كده تعالوا نشوف هنا ايه الاخبار. تمام دي لسه نعمل واحدة كمان هنا نضغط كده علشان ايه ما تبقاش من جوه نيه فتبقى رفيعه مش عايزينها ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي يعني بس هي كده تمام السمك ده مظبوط تطلع على مناديل طبعا عشان تصفي اي زيت زياده بالشكل ده كده دي كمان عايزه تتقلب خلاص من جوه بتبقى كده اهو مستويه ولذيذه جدا دوقوا برضو عشان تعرفوا الملح اخباره ايه حلو قوي عارفين عامله زي ايه شبه القرنبيط عشان العجينة بتاعت القرنبيط اللي احنا بنعملها له يبقى فيها دقيق بيض شبهها قوي نطلع دول ونحطهم على طبق امال انا هحط على ايه ناخد ده طيب خلوها كريسبي على قد ما تقدروا تاخد طبقة لذيذة كده تغيير عن البطاطس المحمرة وفي نفس الوقت ايه نعرف نزق للولاد فيها حاجة ممكن على فكرة تفصصوا فيها فراخ او تقطعوا فيها لحمة يعني بس حاجات رفيعة كده في وسط الخضار نخبي كل الحاجات دي في حاجه كده ويتقطع بالشوكه مش هيعرفوا احنا حاطين ايه كده دي تمام حطها بقى كده بحب النغبشه اللي كده اللي هنا دي لذيذه الحركات اللي بتبقى فيها دي نكمل الآلية بالشكل ده لحد ما تاخد لون لذيذ من الناحيتين يلا بينا